او ملي كان هبط ملي كديت ولا ديال البلاد باش يتسرحوا تما في هذه العطله، وجيت ديما كنتزي من هنا القسم ما جيت انا كنتزي ثلاث شهور كنجي كندير الدوره في البلاد وكنتزي انا، ودابا هذه الخطره ديت كاع العروق ديالو باش نغرسو من تما الا جا الله تعالى ينوض لينا. راه حاجه مزيانه ديما كيجينا النعناع زوين، النعناع مزيان داك الشيء المذاق الفن الطبيعي ديال البلاد، ماشي زعما ما فيه شي حاجه، ما فيهش كل شيء حاجه مزيانه. سيدي هذا النعناع كنجيبوه من جماعه بونعمان تبع لتزنيت، تزنيت ديال تزنيت. الناس دابا تلقين شي دعايات على النعناع، حنا راه جات عندنا واحد اللجنه هنا داروا اسميتو تحقيقات ديال النعناع على حسب واش مزاوي ولا ما مزاويش. هذا النعناع راه لقاوه طبيعي بيولوجي 100%، والناس دابا راه كلشي من اكادير من اي النواحي اللي دازت هنا. الناس كتجي من طنجه كتدوز هنا للعيون الصحراء راه كتاخذ النعناع ديال تزنيت، كيشكروا لينا مزيان. معروف من قديم الزمان اشوف تزنيت النعناع والصناعه التقليديه هذه هي باش معروفه وكتميز بين تزنيت، وحنا لازم واجب علينا ولازمنا باش نستحفظوا على هذا القطاع مادام حنا موجودين فيه لازم نستحفظوا عليه. ولكن ما كاينش دابا غير الاشاعات والناس كتمشي، مضرورين ليه مضرورين بالاشاعات هادو مضرورين. الناس عاد خلصوا ليه البحير راه مشاو في داهيه على الاشاعات هادو مضرورين. حنا هما ضروري القطاع البيع والشراء اللي كيبيع ومضروري القطاع اللي كيزرع. المهم العنا ديال تيزنيت الحمد لله ما فيه لا دجوا لا والو، راه حاجه مزيانه وكلشي راه كاع الناس كيعرفوا، ماشي غير هذا العام ولا راه من سنين من ملي عقلنا حنا انا ديال تيزنيت راه حاجه مزيانه، هو اللي مخير كاع في المغرب.